بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنبدأ نزرع ونجهز لخيار 2020، بلاش 2020 عشان مش بتفائل برؤية 2020 دي. بنزرع الخيار اهوت. أول حاجة وريت بالراجل بيزرع إزاي أهو. احنا طبعا على النقاط 20، هو بيزرع على نقاط وسايب نقاط، تمام. هي دوب عقلة الصباع الأولى أهي، عقلة الصباع الأولى بس، فاهمني أهي، عقلة الصباع الأولى أهي، هيف أه بحط بس بيردم حاجة بسيطة خالص. تلات أيام هتلاقي كله طالع بإذن الله تعالى، تمام. أهو أهو زي ما أنت شايف المسافة عندنا كام. إحنا على 20 هنا بنزرع على نقاط ونقاط، يعني على 40 سنتي. المصطبة بتاعتنا متر ونص من البطنية دي للبطنية الخط دي، تمام. دي متر ونص، عليها 2 هوز او 2 خرطوم او 2 ايه زي ما تسميها، تمام. دي اللي احنا بنتكلم عليه، تمام. يبقى احنا عرفنا يعني انت لو عندك 69، تمام، لو عندك 69 عندك عرض ال لو عندك عرض الـ البيت عندك 9 متر، فبتعمل كم مصطبة؟ بتعمل 6 مصاطب في متر ونص، تمام؟ تمام. تحط على كل مصطبة خطين زي دول، تمام؟ في الفلفل بتزرع على 30، في الطماطم بتزرع على 50، في الخيار بتزرع على 40، تمام؟ والفرق بسيط يعني. دي مسافات الزراعة. بالنسبة لي بعد كده اختيار البذرة بتاعتك لازم تكون F1، مش هوريك انت بتشتغل عشان بس ما F1 عشان ما بعملش دعاية لحد. F1 اهي، لازم ال 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 البذرة بتاعتك تكون F1، تمام. من افضل الشركات بصراحة اللي هي ريكزوان وانزازاد، مش الشركات المحترمة بصراحة، في شركات تانية كتير بس دول يعتبروا من الشركات الرائدة يعني في انتاج البذور، تمام. بعد كده هنبدأ عملية التجهيز. التجهيز بانك تحرت الارض بتاعتك كويس جدا، بتحرت الارض بتاعتك كويس جدا، تمام. طيب انت لسه شايل الخيار ومستعجل وعايز تعمل اي حاجة، مفيش مشكلة، هات المادة العضوية بتاعتك بعد ما تشيل الخيار اللي قبل كده او الطماطم او غيره، وابدأ حط المادة العضوية بتاعتك على المصطبة، وهات العزاء اللي هي القلابة ديت وقلب، مفيش اي مشكل خالص. السماد العضوي في المعدني مفيش اي مشكل خالص. عايز تحرت، ياريت تحرت، وياريت تشمس الارض بتاعتك على الاقل شهر قبل ما تزرع الخيار، تمام. بتحرتها كويس وبتسيبها شهر، الشهر ده هو بيكون كفيل بان هو بيعرض باطن التربة للشمس اللي هي بتخف من الممرضات بتاعت التربة او الحاجات الفطريات بتاعت التربة، بيخف منها كتير يعني، تمام. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. بعد كده بنبدأ نحط السماد العضوي. الكمية بتاعته كام؟ زي ربنا ما يقدرك يعني. القوس 69، القوس 69 او البيت 69 بنبدأ نحط له في حدود متر ونص سماد كتكوت، تمام. ياريت نعرضه للحرارة او يكون معالج، ياريت، اللي هو الزئرق الدواجن، او بنحط له في حدود 2 طن كومبوست، 2 طن كومبوست، تمام. وطبعا الكلمة الرزلة ان هو يكون خالي من بذور الحشايش والنماتودة، والكلام ده بنتكلم عليه كتير، ولكن للأسف برضو بنجيب الكومبوست يعني بيحلفوا لنا باغلظ الايمان ان هو كويس، وبنحطه في الارض بتطلع الحشايش وبتجيلنا النماتودة وبتجيلنا مشاكل كتير، فناخد بالنا بس من القصة دي كويس، يعني المصدر بتاعه يكون كويس. بعد كده نحط السماد العضوي. السماد العضوي في حاجة بس ياريت ما يعني نحطها، اللي هي بتكون الأساس بتاعنا. في ناس مش عايزة تحطها، ما تحطش، انت حر، ما عندناش مشاكل خالص. ثلاث حاجات اللي هو السلفات الأمونيا والسوبر فوسفات والبوتاسيوم المحبب، تمام. بوتاسيوم المحبب وسلفات الامونيا او سلفات النشادر، سموها زي تسموها يا جماعه، اللي هي 20.6 يا جماعه، في ناس في مصر بتقول على الملح، ما فيش مشكله، اي قول زي ما تقول يعني. المهم مع السوبر فوسفات، السوبر فوسفات اللي هو يا ريت يكون محبب، كله يكون محبب، تمام. طيب
بحط في القوس ده قد ايه؟ بحط مش اقل من 100 كيلو سوبر فوسفات، مش اقل من 25 كيلو سلفات امونيا، و25 كيلو بوتاسيوم محبب. تمام، بخلط كله وبحطه مع المادة العضوية وبمشي العزقة عليه او بقلبه بالفاس. الطريقة المتاحة عندك ما فيش اي مشكل خالص، والعزقة يا ريت بتكون افضل، اللي هي الدرفيل، الدرفيل العزاقة، الدرفيل اللي هي بتخلط العضوي في المعدني وبتخلي لك في تجانس في التوزيع. تمام، وحتى لو ما فيش تجانس في التوزيع، المهم ان احنا يا اما انت رادم عليه، حاطه في خط كده على حطه على المصطبة وردم عليه، بس الردم يكون كبير يعني مسافة كبيرة عشان يتحلل قبل الجذور ما توصله وما يحرقهاش، او ان تخلطه كله بالعزاقة برضو بحيث ان هو ما تتضررش الجذور، وخصوصا في المرحلة الاولى من حياة النبات. تمام، خد بالك اول 25 يوم دي مش هتلاقي تأثير للحاجات اللي انت حاططها، بس في, في, في بعد شهر كده وبداية الانتاج هتلاقي ما شاء الله يعني في فرق جامد. حتى انت لو قصرت في سميت في السمادة هتلاقي الأرض أساسا فيها مستودع كويس من العناصر الغذائية. تمام، في حاجة بالنسبة للجدر، انت بس ما تحطلوش خلاص، لان في نظريات يا جماعة يعني انت تحطه وخلاص، يعني انت تحطه وخلاص. الجدر ده النبات عارف هو هيعمل ايه على فكرة، يعني تمام، ربنا اللي معلمه لا انا ولا انت. تمام، لان في نظريات تغذية، يعني في نظريات تغذية هنبقى نتكلم عليها قبل كده، يعني ان الجدر نفسه بيتحرك من المكان اللي فيه تركيز قليل للعنصر للمكان اللي فيه تركيز اكتر للعنصر، الجدر نفسه اللي بيتحرك. في نظرية تانية بتقول لك ايه، لو الجدر هنا بيمتص من المنطقة دي، تمام، فالمجموعة العناصر اللي هنا هتقل، تمام، في بينتقل العنصر من المنطقة دهية يجري 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 لحد ما يجي للمنطقة اللي فيها الجدر دي. طب ليه؟ لان دهية المنطقة دي ابتدى التركيز يقل فيها، فابتدى التدرج من التركيز الأعلى للتركيز الأقل ينتقل، ودي نظريات موجودة في العناصر الغذائية وبتختص بعناصر معينة برضو دون الأخرى، يعني وهنتكلم فيها لو حابين يعني نشرحها بالتفصيل بعد كده. هما ثلاث نظريات نشرحهم بعد كده. تمام، بعد ما بنحط الحاجات بتاعتنا دهيت بنبدأ نزرع زي الشباب ما بيزرعوا كده. هو القصة سهلة خالص وبسيطة والله العظيم. طيب بعد ما بنزرع بندي مش ازيد من 5 دقائق، لو ارض طينيه دقيقتين 2 3 دقائق وقف، انا عايز شويه ميه صغيرين بس والله يطلعوا الحب. انت بتتعب نفسك ليه وبتقعد مشغل لنص ساعه؟ يا عم انت فاضي، نص ساعه دي تعفن البذره هتعمل لك مشاكل. تمام، على اليوم الثالث احن شويه توبسين، عبوس رجليك وضوافر ايديك، تمام، حط شويه توبسين عشان خاطر حط شويه شجرين يا عم بقى. شوف حته كاسه صغيره كده على البذرة كده وانت ماشي على ثالث يوم او رابع يوم، وهي بتطلع كده وهي بتطلع، بس حط عليها شوية بالله عليك. تمام، نص سنتي شجرين على اللتر مية، تمام، البرميل اللي هو عندك 200 لتر، حط عليه 100 سنتي شجرين وحط عليه 100 جرام توبسين، حطهم بالله عليك عشان خاطري انا، ماشي عشان خاطري انا، ماشي حطهم بس ربنا يكرمك والله، عشان الجذور بس ما تتدمرش. والبذره النهارده غاليه، يعني تكاد تكون ب3 جنيه او يعني في السعوديه وبتوصل لنص نص دينار نص ريال يعني، او 45 هلله يعني، حاجه ياما برضو فهمني. فيا ريت يعني تاخد بالك من القصه ديت عشان البذور بتاعتك ما تروحش هباء منصور. طيب تزرع بالبذرة زي احنا بنزرع كده ولا تزرع شتلة؟ قلنا عليها كتير وبرضه بنتسأل فيها كل يوم، البذرة ولا الشتلة افضل؟ البذرة افضل. طب امال ايه اللي المشكل فيها؟ يعني المشكل فيها ايه؟ المشكل فيها ان لو عندك قوارض هتاكلها، يعني احنا لسه زرعين اهو، الفيران هتنزل بالليل هتسهر سهره كده هتأزأز شويه اللب والمم، وان هو بغيظك ويسيب لك القشره ده، والله العظيم بغيظك الفار سبحان الله، يعني بغيظ فين؟ الصبح ما تلاقيهوش، تدور عليه ما تلاقيهوش، راح فين؟ الله اعلم، فاهمني؟ ده مشكله، فاهمني؟ لو ما عندكش قوارض ازرع بالبذره افضل، الجذر بتاعك هيفضل هيبقى افضل، فيه سرعه في الانبات، لان الشتله على ما بتنقلها وتبدا تشتغل تاني فيها مشاكل برضو. ان النبات من الاول متعود على البيئه اللي هو فيها من الاول خالص، من اول ما هو طالع نبات بيطلع قوي، الجذور بتاعته بتبقى قويه، فيه كل الميزات، حتى الجمع بتاعه بيبقى افضل. تمام، طيب
ازرع بذرة لو ما عندكش المياه مالحة، ازرع بذرة مباشر لو ما عندكش الأرض فيها ملوحة أو فيها معوقات أرضية زي الأراضي الطينية جامدة بتمسك مياه قوي. طيب لو بتمسك مياه قوي ممكن تزرع برضه، ما عندناش أي مشكل خالص بالبذرة، ولكن زي ما قلت لك في فيديو قبل كده إنك بتيجي هنا أهو وبتفحت شوية كده أهوت وبتحط البذرة بتاعتك نص عقلة وبتغطيها بشوية بيتموس أو بتغطيها بشوية رملة، تمام، رمله من بتاعه البنايه اللي بتبني بيها، اللي بنبني بيها رمله البنايه المباني، الرمله البيضه دي بتغطي بيها وخلاص هتطلع، حتى لو في الارض الطينيه، حتى في الارض الطينيه، بس ما تضربهاش ليها ميه، هي 3 دقائق ميه بس يا دوب تبل البذره، والله العظيم هتطلع، مالكش دعوه انت بالقصه دي خالص. يا اخي هقول لك على حاجه، انت لما سيادتك بتزرع لما بتزرع انت ال قول معايا بتزرع في الصينيه، هي الصينيه دي كلها ايه؟ العين بتاعت الصينيه بتاعت الشتله قد كده اهو، وبنسقيها كل يوم شويه، يا عم اديها كل يوم دقيقتين ري وخلاص لحد ما تطلع خلاص. ابدا اشتغل معاها، ممكن تقعد يوم ما ترواش، ايه المشكله يعني؟ مش عايزه ميه، هو انت يعني مش اصلا مش مقياس يا جماعه، ما حدش يسال عن الميه، الميه ديت بترتكز على حاجات كتيره على طول الليل والنهار، ممكن الحراره درجه الحراره بتاعتك، سرعه الرياح، طبعا في البيت ما فيش رياح بس برضه بره بتعتمد على سرعه الرياح، لان اليوم اللي فيه رياح الارض بتنشف، ده معلوم ان هي يعني بتنشف الارض بسرعه طول ما فيها هواء، نسمه هواء، تمام؟ وهكذا تاخد بالك من الحاجات ده، هي قوام الارض نفسها، الارض الطينية ممكن تقعد كل 3 أيام، الأرض الرملية ممكن كل يوم تاخد شوية مية وخلاص، فهمني، الأرض الحمراء بتمسك مية عن الأرض الرملية شوية، وهكذا يعني. تخليش دماغك مصدعة كده أروكام يا باشمهندس في البتاع، يا عم أنا وأنا قاعد مكاني وأنا بتاع الأرصاد، لا أنت اللي أنت أكتر واحد تقدر تحدد الأرض بتاعتك هتروى إزاي. فدي تبقى واخدتها في بالك كويس يعني. تشرفت بيكم وكل سنة وانتم طيبين في زراعة خيار 2020.